أهلا من جديد. في حكم قضائي للمحكمة العليا الأمريكية أمس اعتبر انتصار أو اعتبر هذا الحكم انتصار لدونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الحالي طبعا للرئاسة الأمريكية. فالمحكمة العليا الأمريكية أمس قررت أن ترامب عنده حصانة مطلقة فيما يتعلق بكل اللي عمله رسميا خلال رئاسته، أما الأفعال غير الرسمية فما عنده عليها حصانة. إيش معنى هذا الكلام وليه مهم؟ يعني خلونا نبدأ من الأول. ترامب أصلاً بيواجه 4 قضايا جنائية وفوق 30 تهمة، وتكلمنا في هذا الموضوع يعني حتى مطولاً، وفي قضية منهم تمت إدانته خلاص فيها. وترامب من أول يوم كان بيقول أنا رئيس سابق وعندي حصانة، وطبعاً الديمقراطيين شايفين أنه مو لأنه رئيس يكون عنده حصانة جنائية، ولما المحاكم الأصغر ما عرفت توصل لحل هو عنده حصانة أو لا، قام أحيل الموضوع للمحكمة العليا اللي أمس قالت أعمال الرئيس الرسمية عندها حصانة مطلقة، أعماله الشخصية ما عندها حصانة. ورجعت هذه المحكمة العليا القضية كلها لمحكمة أدنى، وتحديدا قاضية اسمها تانيا تشوكن، وعلشان تحدد هي إيش من التهم الموجهة ضد ترامب تعتبر أعمال رسمية عليها حصانة وإيش اللي ما عليه حصانة. ترامب بعد الحكم وعلى منصة تروث سوشيال طبعا هلل وقال إن الحكم انتصار للديمقراطية والدستور وإنه فخور إنه أمريكي. أما بايدن وحملته فانتقدوا ترامب. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. This is a fundamentally new principle, and it's a dangerous precedent. حكم المحكمة العليا هذا ليه يعتبر انتصار لترامب؟ لأنه إيش ما كان قرار المحكمة الأدنى والقاضية تشوتكن فهي حتاخذ شهور في دراسة الموضوع عشان تقرر، وبالتالي هذا معناه أنه ما رح تتم محاكمة ترامب قبل الانتخابات المنتظرة في نوفمبر. وطبعا الديمقراطيين آمالهم كانت أنه يتحاكم ويدان ويخلصوا منه من السباق الرئاسي، لكن برضو لسه في قرار منتظر، ولو القاضية مثلا قالت أنه هذه كانت أعمال شخصية فممكن يتحاكم بس بعد ما تكون خلصت الانتخابات. عموما قرار الحصانة اللي أكدته المحكمة العليا الأمريكية بيحمي ترامب من إيش؟ وهل في من هذه القضايا قضية أو قضايا ممكن تكون إنها جدلية في إنها يعني تعتبر شخصية ولا رسمية؟ للعلم القاضية اللي منتظر إنها تصدر حكمها في الموضوع يقال إنها سبق وتبرعت لحملة أوباما لما كان مرشح، وسبق مرة وحكمت كمان في قضية تخص ترامب بما لا يتمنى، ويعني الترجيحات والكلام جالس بيقول إنها ديمقراطية التواجه. احنا بتنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا فيك معانا يا نادية، يعني صراحة الأحداث عندكم متسارعة والدراما كل ما لا بتزيد وبتزيد كل ما بتقرب الانتخابات. الآن هذه الحصانة احكي لنا عنها، إيش يعني حيصير الآن المتوقع؟ أول شيء سارة ما في إجازة إلا بعد الانتخابات، يعني محسومة هذه، هذا شيء أكيد محسومة. هلأ بالنسبة لي الحصانة، أنا لا أعرف إذا كان ترامب هو رجل محظوظ أم أنه كان يخطط ويعرف مسبقا. لماذا؟ لأنه كما تعرفين كل شيء بواشنطن مسيس، everything هو مسيس ما عدا المحكمة العليا. المحكمة العليا المفروض إنه القضاء يكونوا غير منتمين حزبيا، لكن اللي صار إنه بعهد ترامب لأنه كان محظوظ أحد القضاء توفي والآخر تقاعد، وبالتالي كما تعرفين القضاة 9 الموجودين في المحكمة العليا يعينون مدى الحياة. قام ترامب بتعيين قضاة محافظين، هذا لا يعني بأنهم ينتمون إلى الحزب الجمهوري، لكن يعني بأنهم يفسرون الدستور من ناحية محافظة، ومن هنا رجحت كفة الرئيس بالأمس في قرار المحكمة. 6 قضاء
حكموا لمصلحته وثلاث قضاة اختلفوا معهم اللي هم القضاة الثلاثة الليبراليين. إذن كما ذكرتي الرئيس لديه حصانة مطلقة وهو في داخل البيت الأبيض، أي تصرف شخصي هذا لا يغطي الحصانة. لكن ماذا يعني بالنسبة له؟ يعني الكثير والكثير. أولا كل القضايا ضد ترامب سواء كانت القضية التي فتحها جاك سميث هنا في طبعا واشنطن دي سي واتهموا بأنه طلب أو أوعز إلى مؤيديه أن يذهبوا إلى مبنى الكابيتال وأن يحتجوا على النتائج، واتصل مع مايك بينس وقال له ألا يصادق على انتخابات 2020، وهذه أحد القضايا. القضية الأخرى المرتبطة بها هي قضية جورجيا، وقضية جورجيا طبعا هي تدخل بالانتخابات. والقضية الثالثة هي فلوريدا، بأنه الرئيس أخذ وثائق، ترك البيت الأبيض، أخذ وثائق سرية وراح فيها على مارالارغو. كل هذه القضايا ستؤجل لأن القانون سيصبح معقد أكثر، وبالتالي لن يحاكم ترامب قبل الانتخابات. الرئيس بايدن كان يأمل بأن هذه المحاكم ستؤثر في الناخب الأمريكي، لكن على الأقل نستطيع أن نقول بأن الفترة الزمنية الآن وبين نوفمبر لن تسمح لأي من هذه المحاكم أن تبدأ بالإجراءات. هذه من ناحية. من ناحية أخرى إذا فاز ترامب كما هو قال، هذا لست أنا الذي أقوله، هو نفسه بقول ترامب أنه سيعاقب كل هؤلاء الأشخاص اللي حكموه بما فيهم وزير العدل ماريك جارلاند، سيحاكم أيضا المدعي العام في نيويورك وفي جورجيا. يعني ستكون حملة انتقام من كل الأشخاص الذين من وجهة نظر الرئيس لم يكونوا منصفين معه، من وجهة نظر الديمقراطيين هو قلب كل الموازين التي نعرفها على الولايات المتحدة، والحديث على أن ترامب سيكون دكتاتور في اليوم الأول. إذن هذا القرار هو في صالح ترامب، ومن حقه أن يكون قد سعد به وابتهج وغرد طبعاً. وتحدث بشكل كبير بأنه هو انتصار للدستور وللديمقراطية، لكن هو اللي عين القضاء عشان ينصروا الديمقراطية والدستور. يعني هو على حظه جات مسألة تعيين القضاء خلال فترته الرئاسية، هذه وجات من حظه صراحة. صحيح. طيب الآن وصلنا لها المرحلة، فاز ترامب ودخل البيت الأبيض ويمكن عمل انتقامه وما إلى ذلك، خرج ترامب من البيت الأبيض، هل سيعود ويواجه القضايا هذه ولا كده ولا خلاص؟ لا أعتقد. عادة عندما يكون المحكمة العليا قد حكمت وقالت بأن كل هذه الأفعال في داخل هو المشكلة في الموضوع هي ماذا سارة؟ هو أن كل القضايا يمكن أن تفسر بأنها أعمال رسمية، يعني لأنه المحكمة كانت ضبابية بالحكم وقالت بأنه يمكن أن يفسر على أنه رسمي أو غير رسمي. محامي الرئيس يمكن أن يطعنوا فيه يقولوا بأنه كان يتصرف بشكل رسمي لأنه رئيس. وبالتالي لا أتوقع أن تلاحق أي من هذه القضايا الرئيس ترامب، وهو نفسه يقول بأنني أنا أحاكم فقط لأني رشحت نفسي كرئيس. وبالتالي حتى لو فاز بالبيت الأبيض لا يستطيع أن ترشح مرة أخرى، هذه آخر ولاية. لكن يستطيع أن ينتقم من كل أعدائه بين قوسين كما يضعهم الرئيس ترامب. لو عنده 4 سنين يعني خلاص ما هو خايف من انتخابات جاية وكذا، يقدر يعيش فيها على راحته. لا براحته. روعة الأيام الجاية مليئة بالأحداث. يعطيك العافية نادية، كانت معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي.